بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل التوبة آدم يوم عاشورا، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشورا، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشورا، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشورا، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشورا، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشورا، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وقت حاجتنا في الدنيا والآخرة، وقت عمرنا بطاعتك ومحبتك ورضاك، وأحيينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمة الله التامة كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.